ها؟ ها؟ عند الأذان أو الإقامة. والمؤذن ماذا يقول؟ السؤال؟ أيوة. عندما نصل إلى مثلاً حي عروس. أي. نقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما صح في الحديث. لما نأتي في الحي على تين نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا لطيفة يسأل سائل يقول إذا كان المستمع للأذان يقول مثلما يقول المؤذن فماذا يقول المؤذن؟ قيل المؤذن يقول مثل قوله. المؤذن لما يقول الله أكبر الله أكبر هو أيضا مع نفسه يقول إيه؟ الله أكبر الله أكبر. وضحت هذه لطيفة في هذا الحديث. النبي يقول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن ثم صلوا عليه ثم سألوا الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حدث له شفاعة. يقول طيب أنا كمستمع فأقول هذا ما عندي مشكلة، طب المؤذن ماذا يقول؟ نقول أيضا المؤذن يردد قوله ويفعل مثل ما يفعل المستمع. في الحي على تين نقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما صح بذلك الحديث. نعم طبعا. لا الحديث وارد، هذا مسكين، هذا الحديث وارد، قال في الحي على تين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وذكره ابن حجر في البلوغ وحديث موجود عند أحمد وغيره. نعم.